ايوه يا حبيبتي، لا انا لسه في الشغل بكتب الحاجات اللي انت مليهاني بتاعت رمضان، بشوف حسابها كام. نسيتي ايه تاني؟ بانيه بكام الكيلو؟ 60 جنيه. العب بانيه. ونسيتي ايه تاني؟ زيت، ودي بكام الازازه؟ 18 جنيه. 18 جنيه ليه؟ هو زيت ده برقمله؟ طيب خلاص خلاص، حاضر، هتصرف هتصرف. سلام 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 سلام. طب الواحد يعمل ايه بس في حاجة رمضان دي؟ يعني نصوم لحد العيش عشان نوفر. انا ايه، هتصل بقى بالناس اللي ليا جمايل عليهم يردوها. الو، ايه يا صديقي، عامل ايه؟ ازيك يا معلم؟ كله تمام الحمد لله، كل مية مية الحمد لله. بقول لك يا معلم، فاكر لما حسبت لك على القهوة في 2006؟ كنت انت واخد شاي وانا دفعتهولك. وفاكر في 2012 لما جبت لك علبة سجاير وكان فاضل جنيه وقلت لك خلاص مش عايزه؟ يا معلم، طول عمري خيري عليك. بقول لك ايه يا معلم، كنت محتاجك في مصلحة كده. تعرف بقى رمضان، كل سنة وانت طيب، ودخلت رمضان، بس كنت محتاج منك مبلغ كده. الو الو الو، كلب واطي. خلاص الحل التاني. الو، اي فندم، مساء النور، بنك دبليو سي دبليو. لو سمحت كنت عايز تفصل عن قروض حاجة رمضان، ما عندكوش حاجة كده؟ طب قروض للشباب، عندكم قروض للشباب؟ تمام تمام طيب، المستندات المطلوبة ايه يا فندم؟ شهادة ميلاد جوز خالتي، تمام، شهادة من هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، تمام، وايه يا فندم؟ 12 صورة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية، وجوزين حمام شقلباظ، وباكو شاي العروسة. طب لو سمحت يا فندم، هو القرض قيمته كام؟ 3000 جنيه. طيب هرده كام يا فندم؟ 15000 جنيه. مفيش غير الحل الأخير. ألو، سلام عليكم يا ابني، جمعية جنينة الأرمان الخيرية. لو سمحت يا ابني، احنا أسرة محتاجة ومحتاجين شنطة رمضان. يا ابني. طب الشروط المطلوبة ايه؟ هتصورونا في اعلان؟ تمام يا ابني. وتلبسونا هدوم مقطعة؟ حاضر يا ابني. وهتذاعوا على كل القنوات في كل الفواصل بين المسلسلات؟ حاضر يا ابني. طب وهتدونا كام يا ابني؟ شنطة رمضان ووجبة؟ وجبة ايه يا ابني؟ وجبة بريك تصوير؟ بريك تصوير ايه يا؟ عايزة ايه تاني؟ كاجو وراسيا؟ ايه كاجو وراسيا؟ بقولك ايه، فين فين؟ سلام سلام سلام. اعمل يا ربي، مبتهاش بقى. ايوه يا ابني، جمعية جنينة الأرمان. انت قلتلي بريك عندكوا ايه يا ابني في التصوير؟